للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من أبو ظبي الدكتورة هند البدواوي، مستشارة نفسية وتربوية. دكتورة هند، أهلا بك معنا. أولا، يعني ظاهرة التنمر الإلكتروني هي بدأت تنتشر كثيرا وخاصة بين المراهقين وحتى الشباب، وهي بالفعل يعني مشكلة حقيقية يخشى منها الآباء على أبنائهم. برأيك ما هي أهم أسباب هذه الظاهرة وما هي أنواعها؟ حياكم الله في يعني في البرنامج، وشكرا لاستضافتي. موضوع التنمر الإلكتروني بدأ يظهر في الآونة الأخيرة بشكل جدا كبير، يعني خلينا نقول في السنة الأخيرة، لأن عدم وجود كنترول معين أو عملية ضبطية في المنازل مما أدى إلى الأطفال إلى دخولهم إلى هالعالم الافتراضي من غير أي قيود، وبالتالي يتعرضون للابتزاز أو التنمر من قبل الآخرين عبر الشبكة العنكبوتية. فشو أشكالها؟ الأشكال اللي تصير من خلال التنمر الإلكتروني اللي هي ترهيب، إساءة، يتعرض لها الطفل والمراهق على شبكة الإنترنت بشكل جدا مباشر، مما يؤدي إن تصير أضرار في الحالة العاطفية لدى الأطفال، إحساسهم بعدم الاستقرار، إحساسهم بالاستفزاز، إحساسهم قد يكون بنوع من المذلة أو الإهانة من الطرف الآخر، وبعد هذا الشخص أو عدم معرفة منه هذا الشخص، فهو يسبب له نوع من الثورات الداخلية والتوترات الداخلية، ومن آثارها إنه يبتدي احترامه لذاته يقل، وبالتالي ممكن يدهور علاقاته الاجتماعية أو تدهور حتى أداءه الدراسي بشكل كبير. نعم، يعني من أحد طرق التخلص من التنمر الإلكتروني دكتورة هند، يعني هي تتم بالحماية القصوى أعتقد للمعلومات الشخصية والتحفظ عليها، ما هي الطرق الأخرى أيضا بحسب خبرتك؟ بشكل عام الأمن الإلكتروني لابد أن يكون مفهوم واضح لكل الأطفال بشكل عام، إما أنه يكون من خلال الآباء والأمهات، لأن الطفل في النهاية معرض أنه يدخل لهذه المواقع وقد تسلب خصوصيته من خلال لينك أو من خلال صورة أو من خلال دخول لرابط معين من غير ما يعي شو من وراء هذا الرابط، أو أنه يجيب على سؤال واحد قد يدخله مداخل كثيرة. أول نعم شيء لابد من وجود رقابة، من وجود توعية، والتوعية تكون توعية مجتمعية، سواء من مؤسسات، سواء من جهات الأمن الإلكتروني، الشرطة، من خلال المحاكم، من خلال أولياء الأمور. لابد أن يفهمون أن أطفالهم في عرضة لخطر كبير من خلال وضعهم بشكل مباشر مع هذه الأجهزة من دون وجود رقابة. وبالتالي الشيء الثاني أن لابد أن احنا نساعدهم على حمايتهم، والشيء الثاني نعودهم على أن كيف يحمون نفسهم من الوقوع في هذه الشبكات، زائد أن كيف يتقبل وضوع، يعني يتقبل الهزيمة أو خلينا نقول التنمر اللي قد يتعرض له من خلال هاي المواقع، بحيث أنه يعني يبلغ عنها، بحيث أنه يرد اعتباره من خلال أنه يعبر عن انفعالاته، ما يكتمها داخله بسبب أنه ما يقدر يعبر عنها، فبالتالي توصل لاضطرابات معينة مثل الاكتئاب أو اضطرابات التدني. نعم صحيح، يعني دكتورة بعض المتنمر عليهم ربما يلجؤون إلى كتم هذه الأشياء يعني التي تحصل معهم كما ذكرتي، ما هي الطرق يعني لتشجيعهم على الكلام مثلا لآبائهم وعدم الخوف من هذا الموضوع؟ جميل. أول شيء لابد أن يكون في حوار أسري ما بين الأبناء والآباء. إذا كان الآباء فاتحين مجال الحوار الأسري وماخذين الطفل كصديق لهم وكشخص يعني يثقون بكلامه وغيره، يتركون لهم مساحة من حرية التعبير وعدم العقاب الطفل بسبب أنه وقع في هذه المشكلة بدون أدنى سبب، ما دام أنه وقع في هذه المشكلة بدون رغبة شخصية من داخله. اثنين، نعود على يعني تحمل المسؤولية من خلال اتخاذ القرارات هذه، في حالة أنه قرر أنه يدخل مثلا في شبكة العنكبوتية ويتعرض لهذه الإساءة، إنه إما يلجأ للأب والأم، إما يلجأ للمدرس، إما يلجأ للأخصائي، إما يلجأ للجهات اللي القريبة منه اللي ممكن تحميه من الوقوع أو الاندراج وراء هذه الشبكة، لأن لو استسلم أول مرة ممكن يكون يعني ممكن أن يصل إلى مسارات أخرى أكثر إساءة أو أكثر إهانة له، وقد يستغل من خلالها باحتقاره أو بدخوله في أمور أخرى مثلا بالغنى عنها. نعم دكتورة هند البدواوي، مستشارة نفسية وتربوية.
كنت معنا عبر الهاتف من أبو ظبي، شكرا جزيلا لك.